تزاديت في مدينة صغيرة، التقاليد والأعراف ديالها كانت كتخلي حلمي باش نحترف الكرة يبان لي من المستحيلات. كنت ملزم على أنني نقوم مجموعة من المهام في المنزل، والوالد كان مانع عليا كليا نقرب من الكرة، لكن أنا كنت كنلعبها بالتخبية. سميتي بدات كتطلع تدريجيا في المدينة ديالي، ولا كل شي كيعرف الاسم ديالي. هاد الشي خلى الفرصة تجيني ونمشي للوداد الرياضي بفضل منقبين اكتشفوني في المدينة ديالي. سميتي طلعت في البطولة بسبب الفريق الأحمر الوداد الرياضي، وحل عليا أيضا بباب الاحتراف في أوروبا. لكن قبل ما يتحل هاد الباب كان لازم عليا نتجاوز العديد من التحديات اللي ساعدتني بعد ذلك في تكوين شخصية من فولاد سمحت لي نواجه كاع اللي جا من بعد بالرزانة المطلوبة. السلام عليكم، معكم فوزي عبد الغني، تسناو القصة ديالي في قناة سكانيركم. قبل ما نبداو ما تنساوش متابعينا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب اذا عجبكم الفيديو. بطبيعة الحال بهالطريقة غيقدر الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس، وغتشجعونا في نفس الوقت باش نزيد ونطوروا المنتوج اللي كنقدمه لكم، وهذا الشيء اللي كنحاولوا نديره من اول نهار بدينا الخدمة في القناة. فوزي عبد الغني من مواليد سنة 1985 بمدينة العطاوية اللي تابع الاقليم قلعة السراغنة المتواجدة واجد في جهة مراكش آسفي. الوالدين والعائلة ديالو هما أيضا من هذا المدينة. في الطفولة ديالو ما قدرش فوزي أنه يمارس الكرة على راحته. الأب ديالو كان مانعه منعا تاما من أنه يمارسها، وكان كيطالبه بالتركيز على الدراسة وأعمال البيت. وبسبب هذه القناعة ديال باه تحرموا بزاف ديال خوته اللي كانوا كويريا من أنهم يواصلوا مسارهم الكروي، بالرغم من أنهم كانوا معروفين بموهبتهم في العطاوية. البداية الكروية ديال فوزي بدأت تقريبا فين كانت عنده 12 سنة. انذاك كان التحق بمدرسة شروق العطاوية، ملقاش صعوبة باش يدخل لهذا الفريق، خاصة وان سمعة الاخوة ديالو الكبيرة كانت سابقاه. زيد على هذا الشيء انه كان باين باللي كيتوفر على مؤهلات كروية عالية. فوزي اختار يلتحق بفريق الشروق بالرغم من تواجد الاخوة ديالو كاملين في نادي نهضة العطاوية. شحال هما مقاتلين معاه باش يختار الفريق ديالهم، لكن هو كان رافض الفكرة، سيما وانه كيف ما وضح لينا كان الفريق ديال الشروق فيه امتيازات اخرى الى جانب الكرة، بحيث كانوا كيعاونوا الدراري كيفاش يتعاملوا برا الملعب، وكانوا كيساعدوهم بزاف على مستوى التكوين الذاتي. فوزي بدا مع فتيان الفريق بالرغم من انه صغير في السن، وهذا الشيء خلاه يحرق المراحل ويتطور بسرعة بحكم انه كان كيحتك بعناصر اللي هي اكبر منه سنا وبدنيا. هذا التطور السريع غيسمح لي ايضا بالالتحاق بفئة الشبان بالرغم من انه كان مازال في عمر الفتيان، وفي هاد مرحلة الشبان غتوقع ذكرى مازال راسخة في ذهن عبد الغني لحدود الان. فوزي عبد الغني كان في الشبان، وكانت عند فريق شروق العطاوية مباراة ديربي امام نهضة العطاوية، الفريق اللي فيه بزاف ديال الاخوة فوزي. مسؤول فريق شروق العطاوية داو فوزي عند الطبيب وجابوا شهادة طبية كتبين باللي راه قادر يلعب مع فئة الكبار بالرغم من صغر السن والقامة ديالو. وهكا لقى راسو فوزي واقف قدام خوتو في نفس التيران، وللمفارقة تمكن انه يسجل هدف التعادل اللي خلى المباراة تسالي بنتيجة 3-3، الشيء اللي خلى اصحابه في الفرقة يهزوه على كتافهم بعد نهاية اللقاء، في الوقت اللي كيشوفوا في خوتو كيعين بعد تضييعهم للانتصار. عبد الغني بقى مواصل التألق ديالو مع العطاوية قبل ما تعبد له الطريق للالتحاق بنادي الوداد الرياضي. الالتحاق بالفريق الأحمر كان بطريقة غريبة نوعا ما. كانت واحد الجمعية اسمها روجي بلون كتقوم بجولات وطنية للتنقيب على المواهب الكروية في افق ضمها للوداد. هاد الجمعية كانت جات لواحد المدينة صغيرة حدا قلعة السراغنة كتسول على المواهب، وهما يخبروها بتواجد موهبة صاعدة في مدينة العطاوية.
جاو عند الاخ ديال فوزي اللي كان هو المدرب ديال نهضة العطاوية وهو اللي تكلف باش يجيبهم الفريق الشروق اللي قنعوه بالتخلي عن فوزي بعد ما قدموا مجموعة من الهدايا من قبيل احذية رياضية اقمصة ومعدات رياضية للتدريب. فوزي كان مجبر بعد ذلك انه يدوز اختبار مع فئة الشبان باش يلتحق بهم رسميا. هذا الاختبار كان تجرى في مدينة ازمور، شد الكار مع 12 ليل من العطاوية وصل مع الصباح بكري في ولاد زيان، جا الكار ديال الوداد وقصد مكان اجراء الاختبار وبين خلاله على مستويات كبيرة، استطاع بواسطتها انه يقنع المسؤولين بالمؤهلات ديالو. بعد هذا الاختبار رجع فوزي عبد الغني للعطاوية وقرر انه يخرج من المدرسة في مستوى اولى بكالوريا على اعتبار انه ضمن التحاقه بالوداد الرياضي، لكن الاتصال ديال المسؤولي الاخير كان تعطل. داز 3 شهور بلا ما يتصل به حتى واحد وهو يشد التليفون وعيط لاحد اعضاء ديك الجمعيه اللي اكتشفته، وفي ذاك الاتصال طلبوا منه يجي لكازا باش يبدا يدخل مع الفريق. البدايه كانت صعيبه بالنسبه لفوزي في مدينه كبيره بحال الدار البيضاء، خاصه وان الامكانيات ديالو كانت محدوده في تلك الفتره، كان وقع على العقد ديالو لكن كان خاصه يتحمل مسؤوليه فينيبات، وفي نفس الوقت كان خاص يبين مؤهلاته بسرعة، خاصة وأن الفريق كان وضعه في البداية في الفئة الثالثة ديال الشباب. فوزي كان على قد التحدي واستطاع في ذاك الموسم نيت انه يدوز من فئة جينيور سي للجينيور بي ومن بعد الجينيور ا ومن بعد الاسبوار ومن تماك الفريق الاول، وهذا الشيء بفضل الثنائي فخر الدين رجحي وحسن ملعبيشة، بحيث لعب مع الفريق الاول اول مباراة في الجولة الاخيرة من البطولة امام نادي الاتحاد الزموري للخميسات. عبد الغني القرصو في عام واحد كيتصور مع ايت العريف كنجم في البدايات وخلاله ايضا كيتدرب معاه في نفس الفريق، احساس رائع حس به ود العطاوية، لكن في نفس الوقت اعتبره امر عادي بالنظر لانه كان مآمن بالحلم دياله. من بعد غتجي مرحلة اللاعب مع المدرب البرتغالي خوسي روماو. كانت الإدارة قررت أنها توقع لمجموعة من اللاعبين الشباب اللي بينوا باللي راهم قادرين على تمثيل الوداد الرياضي، من بينهم كان فوزي عبد الغني وحمزة بورزوق. روماو باش ما يحرقش عبد الغني كان كيعتمد عليه تدريجيا، مرة كيدخلوا دقائق قليلة مرة كيعطيه فرصة أكبر، وكينتظر أنه ينساجم أكثر مع لاعبي الكبار قبل ما يجي الديربي أمام الرجاء الرياضي في الموسم الثاني بالرباط. في هذه المباراة سجل عبد الغني هدف التعادل بعد دقائق قليلة من دخوله، وهنا بدأت المسيرة الحقيقية ديالو داخل البطولة الوطنية وزاد الاسم ديالو تعرف في الأوساط ديالها. الموسم اللي غيجي من بعد كان اعتالى عبد الإله أكرم رئاسة الوداد الرياضي، الرئيس اللي كان مهووس بالانتدابات واللي كان سبب في أن عبد الغني يغادر الفريق كمعار لشباب المسيرة. كان دخل في صفقة عبد الرزاق ساقيم اللي انتدبوا الفريق الأحمر من شباب المسيرة، بحيث صفته هو إعارة وصفته بورزوق وجبيله نهائيا إلى جانب قيمة 80 مليون سنتيم تدخلت في الخزينة ديال شباب المسيرة. فوزي ما كانش متحمس بزاف للانتقال الى العيون، خاصة وانه كانت عنده عروض اخرى من فرق من قبيل الكوكب المراكشي اللي كانت غتخليه يبقى قريب من كازا ومن العطاوية، لكن ما كانش عارف باللي هذا الانتقال هو اللي غيحل عليه البيبان ديال الوداد الرياضي. كان سجل في هذاك الموسم رفقة شباب المسيرة 7 أهداف قدر من خلالها يصرخ انتباه المدرب بادو الزاكي اللي كان تعاقد مع الوداد باش يشرف عليها في الموسم الموالي، واللي كان قرر انه يحافظ على عبد الغني في لائحة الموسم الرياضي ديال 2008. بالرغم من بقائه مع الوداد فوزي محضاش بفرصة كبيرة في أول موسم ليه مع الزاكي، لعب مباريات قلال وكان عليه ينتظر إلى غاية الموسم الثاني باش يدير فيه الثقة أكثر.
انذاك خلق ثنائي خطير مع مصطفى بيضودان ولعب دور كبير في احراز الوداد لقب البطوله في هذاك الموسم. قبل انطلاق هذا الموسم كانت الوداد شاركت في دوري ودي في ألمانيا تألق فيه فوزي عبد الغني بشكل لافت والعروض ديالو دفعات نادي بروسيا دورتموند حسب محكمين اللاعب يطلب التعاقد معاه، لكن اداره الوداد الرياضي رفعت سقف المطالب بشكل كبير وطلبات 3 مليار باش تخلي على اللاعب، الشيء اللي خلى الفريق الالماني ينسحب من الصفقه. هاد السنه 2010 كانت هي فين تشهر عبد الغني كثر، دار بلاصتو كثر مع الوداد، المنتخب المحلي عيط ليه مع الحداوي علما انه كان كيتنادى عليه المنتخب الاولمبي من طرف فتحي جمال، واللي غريب الصدف هو ان فين كان صغير في العطاويه كان كيقول لهم ان سنه 2010 غيكون كيلعب مع المنتخب الوطني، وداك الشيء اللي وقع من بوابه المحليين. بعد نهايه هذا الموسم كان انتهى عقد فوزي عبد الغني مع الوداد الرياضي، كانوا عنده عروض بزاف من الدوري الالماني الدرجه الثانيه، لكن هو فضل في الاخير يوقع النادي فيتوريا غيماريش البرتغالي اللي خاض معه اول تجربه احترافيه خارج المغرب. الموسم الاول مع غيماريش كان جيد وسرق الاضواء بشكل كبير، الشيء اللي خلى مجموعة من الفرق الأوروبية تبغي تنتدبو كناديي ليل ولوهافر الفرنسيين، إلا أن مسؤولي الفريق البرتغالي رفضوا يسرحوه ووعدوه باللي الموسم الثاني غيجيو فرق أقوى في حالة مواصلة تقديمه لعروض مميزة. في الموسم الثاني كانت الأمور كتبان غتكون مزيانة أيضا بالنسبة لفوزي، لكن مع حلول شهر رمضان اللاعب كان مصر على أنه يصوم، الشيء اللي خلاه يطيح 6 كيلوغرامات. هذا الأمر تقبلوش الفريق ديالو، ومن تماك بداو المشاكل مع النادي، سيما وانهم فرضوا عليه ما يرجعش يلعب الا بعد استرجاعه للكيلوات اللي مشاو ليه. فوزي كانت مشات ليه المكانة ديالو بعد هاد الفترة، وكان عليه ينتظر تغيير المدرب باش يسترجعها، لكن مشاكل مع جماهير الفريق اللي كان دخل معاه في صراعات خلاته يقرر في نصف الموسم يوافق على عرض اعارة من طرف نادي الاتحاد السعودي. في البداية التحق بالفريق السعودي لمدة 6 أشهر تألق فيها بشكل كبير، الشيء اللي خلى المسؤولين السعوديين يقرروا يتعاقدوا معه بشكل نهائي، لكن للأسف بعد توقيع العقد بشهر تقريبا تعرض اللاعب لإصابة قوية على مستوى الرباط الصليبي، فرضت عليه إجراء عملية جراحية بألمانيا والغياب على الميادين لمدة 4 أشهر، الشيء اللي خلى الموسم ديالو يضيع تقريبا. بعد العودة ديالو من الإصابة قررت الإدارة الاتحاد صيفط فوزي كمعار النادي الخورة القطري لمدة 6 أشهر قبل ما يرجع ويبدأ يشارك مع الفريق في مسابقة دوري أبطال آسيا فقط دون خوض اللقاءات المحلية. هاد الوضعية الغامضة مع الفريق السعودي غتخلي فوزي يطلب مع نهاية الموسم ينهي الارتباط ديالو بشكل ودي، والوجهة ديالو كانت العودة الى الدوري المغربي. كان فوزي يقدر يرجع للوداد الرياضي في هاد الفترة، لكن هو كان حاس بلي خاصو الوقت كتر باش يرجع لمستواه. الضغوطات اللي كترافق مباريات الوداد ما كانش غتعاونو باش يوصل لهاد الهدف، هادشي علاش قرر ما يرجعش باش في نفس الوقت تبقى صورته مزيانة عن جماهير الوداد. وانا ذاك قرر ينضم للفريق المغرب التطواني تحت قيادة الإطار عزيز العامري اللي كيعتبره من بين أفضل المدربين اللي شرفوا عليه من ناحية التكتيكية، وخاض رفقته منافسات كأس العالم للأندية اللي غادرها الفريق من أول مباراة أمام أوكلاند سيتي. بعد نهاية هذا الموسم اختار فوزي ينتقل للغريم اتحاد طنجة، قضى رفقته 6 أشهر قدم فيها مستويات جيدة، لكن بسبب بعض المشاكل انهى مسيرته مع الفريق بعد مرور 6 أشهر، وقضى الأشهر 6 الموالية مع أولمبيك خريبكا اللي ما قدرش ينسجم معه أيضا، الشيء اللي خلاه يقرر ينتقل الفريق حسنية أكادير. العام الأول ما كانش كيدخل بزاف والفريق السوسي كان كيصارع على البقاء، وفي المباريات الأخيرة اللي ولا كيلعب فيها أساسي سجل مجموعة من الأهداف اللي نقدت الفريق، المعطى اللي خلاه يضمن بلاصته في العام الموالي، وكان قريب من أنه يحقق اللقب خلاله رفقة الحسنية لولا تضييع بعض النقاط السهلة في الجولات الأخيرة. بالرغم من أنه كان متألق هذا الموسم ولعب جميل
جميع المباريات لقى فوزي راسو غير مرحب به بعد نهاية الموسم، الشيء اللي خلاه يقرر انتقل لفريق شباب الريف الحسيمي اللي بسبب أزمة مالية خانقة غينزل للدرجة الثانية. بعد نهاية الموسم كان وقع عقد انضمامه لرجاء بن ملال، الفريق اللي كان كيدربه مراد فلاح اللي كان زميل سابق لفوزي في الوداد، لكن فين شاف ظروف العمل والتركيبة ديال الفريق قرر انه يفسخ العقد بعد اقل من شهر، واختار انه يتعاقد مع الراسينغ البيضاوي اللي كاين في الدرجة الثانية بهدف انه يكون عنده وقت كافي باش يمارس التكوين في مجال التدريب. بعد العودة ديالو للمغرب اكد لينا فوزي انه لقى صعوبة باش يتأقلم مع اجواء الدوري المحلي، سيما انه كان ولا في تعامل احترافي لا في البرتغال ولا في السعودية، وهذا الشيء خلاه حاليا يفكر في انه يرجع يعتزل مع فريق الام العطاوية في انتظار حصوله على دبلومات عالية في مجال التدريب. في نهاية الحلقة ممكن تشاركونا متابعينا الذكرى اللي مازال كتحتفظوا بها على فوزي عبد الغني، ذكرياتكم ممكن تبارطاجيوها معنا في التعليقات أسفل الفيديو. إذا كانت هذه أول مرة كتعرفوا فيها على قناة سكانير الكرة، ممكن أنكم تشاهدوا فيديوهات آخرين كاينين على القناة داخلين حتى هما في السلسلة ديال سكانير. ما تنسوش ديروا معكم سبسكرايب قبل ما تدوزوا تشوفوا فيديو آخر عندنا في القناة.